والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم بين يدي ذكرى رحيل إمامنا الغالي والعزيز، أيضا وقبل الدخول إلى ساحة الإمام وإلى ذكرى الإمام، تحضرنا ذكرى النكسة في 5 حزيران 1967، وتحضرنا أيضا ذكرى اجتياح لبنان في 6 حزيران سنة 1982، التي كان يسميها الإسرائيلي عملية الاجتياح، ولكن بعد حرب تموز أدرك أن ما كان هو بمثابة حرب، فسماها حرب لبنان الأولى، وأطلق على حرب تموز حرب لبنان الثانية. طبعا هاتان الذكريان تدعوان الشعوب العربية والإسلامية وشعوب المنطقة دائما إلى استخلاص العبر والدروس والاستفادة من كل التجارب وكل ما حدث وحصل من كل الآلام والمعاناة والأخطاء والثغرات والنواقص والإنجازات والإيجابيات، لأن هذه المعركة لم تنتهي بعد، ولأن فلسطين ما زالت تحت الاحتلال، ولأن مقدسات المسلمين والمسيحيين ما زالت تنتهك، ولأن شعبا بكامله ما زال مشردا ومعذبا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن، لأن هناك الآلاف من الأسرى في السجون، والآلاف أو المئات لا أدري إذا كان الآلاف من الشهداء ما زالوا أيضا في مقابر الأرقام. يستوقفني أيضا في البداية مشهد نعوش الشهداء الفلسطينيين 91 شهيدا التي وزعت بالأمس بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويمكن الإنسان أن يقرأ أمام هذا المشهد الذي يجمع ما بين الحزن والاعتزاز رسائل كثيرة، وأهمها رسالتين: الأولى الدلالة على وحشية هذا العدو الذي يحتجز أجزاء أجساد الشهداء عمدا ليمس بمعنويات وعواطف ومشاعر وأحاسيس شعب بكامله ليشعره بالإهانة وبالإذلال. والرسالة الثانية هي الإضاءة على مرحلة قوية من تاريخ المقاومة الفلسطينية التي تميزت وما زالت تتميز بالإقدام، بالشجاعة، بالبطولة، بالعمليات النوعية، بالتصميم على مواصلة طريق المقاومة والجهاد مهما كانت التضحيات. وهذا أيضا يدعونا في بداية الكلمة أن نستحضر رفاة بقية الشهداء اللبنانيين الذين ما زالت رفاتهم في مقابر الأرقام، وكذلك قضية المفقودين اللبنانيين أو الأسرى اللبنانيين اللي في نقاش حول حياتهم أو شهادتهم، وهذه قلنا دائما هي مسؤولية الدولة ويجب أن تباشرها، وعندما تلجأ المقاومة إلى تحمل مسؤولية على هذا الصعيد إنما يكون عادة بسبب غياب تحمل مسؤولية. في ذكرى احتلال لبنان أيضا يجب أن نتذكر بقية أرضنا المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الدولة والشعب، على عاتقنا جميعا
في تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة. عندما ندخل إلى ساحة الإمام، للإمام طبعا مواصفات ذاتية بمعزل عن الفعل الخارجي. هو فقيه كبير، فيلسوف عظيم، عارف من أعاظم العرفاء، مفكر إسلامي مبدع ومجدد، لكن وله مواصفات ذاتية كثيرة، وله أيضا مواصفات من موقع الفعل، ما أحدثه الإمام، ما أوجده الإمام في حياة الناس، في حياة الأمة، في تاريخ المعاصر، بل في تاريخ البشرية، وما أسسه للمستقبل. أيضا مواصفات كثيرة، لكن أقف عند عنوانين سريعين. العنوان الأول نقول عن الإمام أنه قائد الثورة، يعني هو قائد الثورة الإسلامية الشعبية الجماهيرية التي انطلقت في إيران وأدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الشاه الطاغوتي الذي كان شرطي الخليج الأمريكي والحليف الاستراتيجي لإسرائيل. وهو أيضا في عنوان آخر أو في صفة أخرى مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، وله من موقع الفعل صفات كثيرة، لكن أقف عند هاتين الصفتين باختصار. في الصفة الأولى، نعم كان هو قائد الثورة، بل في الحقيقة يتميز بأنه هو الذي أطلقها في بداية الستينات. بدأت بفرد واحد اسمه روح الله الموسوي الخميني، وقف يخطب ويصرخ ويندد ويعظ ويرشد ويدعو الناس إلى الوعي، إلى الموقف، إلى اليقظة، إلى القيام. وتحرك معه تلامذته وطلابه وأصحابه وأصدقاؤه، وكانت البدايات. وهو قائد الثورة الذي أطلق شرارتها، هو الذي أول من تحمل تبعاتها وأعباءها من التهديد بأمنه الشخصي، من مداهمة بيته ونهب مكتبته واعتقاله، حتى كاد أن ينفذ فيه حكم الإعدام إلى نفيه لسنوات طويلة، إلى شهادة نجله السيد مصطفى. وطوال سني الثورة كان تلامذته وطلابه وخيرة أصحابه هم الذين يعلقون على عواد المشانق ويزجون في السجون ويطردون إلى خارج البلاد. وواكب وقاد وأرشد هذه الثورة، وكان الانتقال النوعي اللحظة الإنسانية الروحية التاريخية التي تعبر عن قمة العزم والشجاعة، عندما أصر الإمام أن يركب الطائرة من باريس إلى طهران، مع أن احتمال إسقاط الطائرة كان قويا جدا. هذا القائد الذي كان هو يتقدم يواجه الموت وكل الأخطار وكل الأهوال، هو الذي صنع الثورة وأطلقها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أوصلها إلى إنجاز الانتصار. وسوف يأتي اليوم، لأنه هلا في ضجيج بالمنطقة ما حيسمح كتير جو المزايدات، سوف يأتي اليوم الذي سيتضح فيه في أجواء هادئة أهمية الدور التأسيسي للإمام الخميني والانتصار ثورته المباركة في إيران لكل التحولات الكبرى التي حصلت في المنطقة، في منطقتنا، وصولا إلى الثورات التي انطلقت ولو بعد عقود. الدور التأسيسي لهذه الثورة في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وفي حركات المقاومة وفي انتصاراتها. الصفة الثانية هي صفة مؤسس الجمهورية الإسلامية. كلنا يعرف، هذا من الواضحات، ما بده كتير استدلال، أنه الهدم أهون بكتير من البناء، بياخد وقت سريع. البناء بده وقت، بده إمكانات، بده قدرات، بده زمن، بده جهد. وكثيرون
ممكن ينجحوا بالهدم ولا ينجحوا في البناء. هذا كان التحدي الحقيقي. أنا في العام الماضي في الذكرى تحدثت عن أهمية تعويل أو اعتماد الإمام على إرادة الشعب في صنع البديل في بناء الدولة. اليوم بس بدي أحكي عن أصل بناء الدولة. نعم، هذا كان الإنجاز الأعظم والأخطر، لأن بناء الدولة، النجاح في بناء الدولة أكثر تعقيدا من الانتصار في قيادة الثورة وفي إنجازها النهائي. وهذا الاستحقاق هو الذي تواجهه الآن العديد من الشعوب العربية التي أنجزت ثورتها بالكامل أو بنسبة مئوية كبيرة أو متواضعة على اختلاف التقييم والساحات. الآن استحقاق الحقيقي، ممكن تسقط نظام، فيك تبني دولة، هون الاستحقاق. وهذا موجود اليوم في أكثر من بلد وأمام أكثر من شعب. الإمام رضوان الله عليه في الأساس هو ينطلق من خلفية فكرية وعقائدية في مسألة بناء الدولة. وطبعا الوقت لا يتسع، تكفي الإشارة بأن أقول أنه في الفكر الإسلامي أساسا مسألة، وكما يقول الإمام، مسألة وجود دولة، وجود نظام سياسي، وجود حكومة حاكمة، ليس بمعنى حكومة بمعنى مسوزواء، حكومة يعني حكم، أو بحسب أدبيات ذلك الزمان وجود أمير أو إمام أو خليفة، هو حاجة طبيعية لأي مجتمع بشري، حاجة فطرية، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال. كما إذا واحد بيقول حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، حاجة الإنسان إلى النوم، هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال. حاجة أي مجتمع بشري إلى دولة في الفهم الإسلامي وفي فهم الإمام هو أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال. نعم، ما هو محل نقاش هي طبيعة الدولة، ماهية الدولة، هوية الدولة، شكل النظام الذي يحكم هذا المجتمع. نعم، هذا موضوع نظري يحتاج إلى استدلال وإلى نقاش وإلى استفادة من التجارب البشرية، من الأديان الإلهية، من الفلسفة البشرية إلخ. لكن أصل وجود دولة والحاجة إلى قيام دولة لتدير الشؤون العامة لأي مجتمع في أي مرحلة من تاريخ البشرية هو أمر طبيعي وفطري وبديهي، ولا يمكن أن تستقيم الشؤون العامة لأي مجتمع إلا بدولة ونظام. ولذلك بمجرد أن انتصرت الثورة في إيران ب 11 شباط 1979، في اللحظة الأولى بدأت عملية بناء الدولة، والإمام كان جاهز، هو وأصحابه تلامذته والأساسيين في تلك الثورة كانوا جاهزين ومناقشين كتير هذه الأفكار، وفي مسودات أنه شو ممكن يكون الهيكل النظري، الشكل، الهوية، الماهية. طيب، هذا كان معد له بشكل أو بآخر ومحضر له بشكل أو بآخر، لكن الإتقان والحكمة العظيمة في القيادة بدأت منذ اللحظة الأولى. الإمام أمر وأعانه أعوانه وأنصاره، واستجاب له شعبه أولا بالحفاظ على كل مؤسسات الدولة، الجيش الإيراني، نعم جنرالات الكبار اللي كانوا خدم عند الشاه وعند الأمريكي وعند الموساد وعند السافاك هربوا، لكن الجيش كجيش تم الحفاظ عليه. إدارات الدولة، ولذلك من اليوم الثاني قالوا للموظفين رجعوا على أشغالكم. الأملاك العامة، نعم الطبقة السياسية هربت واستبعدت أو تم محاسبتها. الحفاظ على أملاك الدولة، الإمام دعا الشعب الإيراني إلى إعادة المصادرات من سلاح، من أموال، من وثائق. وكلنا نتذكر تلك الأيام كيف كان يقف الإيرانيون في الطوابير الطويلة ليعيدوا تسليم ما صادروه في أيام الصدام الأخيرة مع النظام، وصولا إلى البدء بوضع المداميك الأساسية لبناء دولة. ولذلك دعا الإمام الشعب الإيراني إلى أن ينتخب مجلس خبراء
يعني ما عين مجلس خبراء، مجلس خبراء لوضع الدستور، والذي كان يضم فقهاء وعلماء قانون ونخب سياسية وفكرية وأساتذة جامعات ومثقفون واقتصاديون ومشاكل. طيب، ثم دعا شعبه، دعا إلى انتخاب مجلس خبراء، أعطي مجلس الخبراء مهلة زمنية، أعد مسودة الدستور، الإمام عرض مسودة الدستور على الشعب الإيراني على الاستفتاء، تم الموافقة عليها. الدستور هو الأساس في أي دولة معاصرة، على ضوء الدستور الذي وافق عليه الشعب الإيراني وبدأت عملية بناء النظام السياسي، كان انتخاب أول رئيس للجمهورية في إيران. يعني خلال أقل من عام أيها الإخوة والأخوات، خلال أقل من عام، مجلس خبراء ودستور واستفتاء وانتخاب رئيس جمهورية وحفاظ على كل ممتلكات ومؤسسات الدولة. شوفوا بالعراق شو عملوا الأمريكان أول ما فاتوا، فرطوا الدولة، فرطوا الجيش، دمروا كل شيء. طبعا هذا له حكاية لحاله. وبعد سنة وشهر فقط كان انتخاب أول مجلس نواب إيراني. يعني إذا بدي أقول، خلال سنة وشهر مؤسسات النظام السياسي، قواعد النظام السياسي، من دستور، من مجلس خبراء إلى دستور إلى انتخاب رئيس إلى انتخاب مجلس نواب إلى تشكيل حكومة، خلال سنة وشهر أو سنة وشهرين. رغم كل الظروف الاستثنائية والطارئة والصعبة التي كانت تحيط بالثورة الإسلامية من الداخل ومن الخارج، والإمام عمل هذا الإنجاز. طيب، كان بيقدر الإمام من اليوم الأول وهو يكتسب. طبعا ليش الناس استجابوا بهذه الدرجة العالية جدا؟ بسبب نفوذ الإمام المعنوي والروحي. الإمام ما كان لا حامل سيف على الناس ولا شيء، كان يطلع يحكي، يطلع بيان، الناس تستجيب، الناس تستجيب بشكل هائل. وهون عظمت الثورة الإسلامية في إيران. لما يحكي عن الشعبية، الماهية الشعبية، الماهية الشعبية تتجلى هنا، تتجلى هنا. طيب، الإمام كان بيقدر يقول في وضع استثنائي الثورة تهددها عوامل من الداخل ومخاطر من الخارج ومؤامرات دولية وإقليمية، إذا الوضع لا يسمح لا بانتخابات ولا باستفتاءات ولا بوضع دساتير، خلينا نعمل قانون طوارئ وقيادة مؤقتة أو حكومة مؤقتة، وهو بيبقى الحاكم المطلق خلال سنوات. وهذا الموضوع بيحمل سنة واثنين وثلاثة وأربعة كان. ولكن الإمام لم يفعل ذلك، لأنه لم يكن في بال الإمام ولا في مكان من الأمكنة أنه هو يريد أن يؤسس سلطة لنفسه، وإنما يريد أن يبني دولة للشعب الإيراني، دولة تستمر، تبقى، تتطور، تتقدم، تواجه كل التهديدات وكل الأخطار حتى لو لم يكن هو موجوداً. ولذلك كتب في وصيته أنه بقلب مطمئن وبنفس وادعة وواثقة هو يرحل إلى مقره الأبدي، لأنه يعرف ماذا ترك ومن ترك. الاستحقاق الأساسي والإنجاز الأضخم، إذا بدنا نقول الإنجاز الأضخم للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هو نجاحه في بناء دولة عصرية تجمع بين الأصالة والحداثة، وتواجه كل التحديات والأخطار، وتستجيب لأغلب متطلبات وطموحات الشعب الإيراني. وقدم نموذجا راقيا على هذا الصعيد، وهذا النموذج يجب أن يدرس بكل موضوعية، بكل واقعية، ولا يصغى إلى أصوات التشويه والتضليل التي تنطلق هنا وهناك، لأنهم لا يريدون لهذا النموذج أن يعمم، لا يريدون لنموذج دولة تجمع بين الأصالة والحداثة، بين الثوابت والأصول والمبادئ، وبين الحرية والتطور والعصرنة. ولذلك مقاربة النموذج الذي أوجده الإمام الخميني يجب أن تكون مقاربة علمية موضوعية وليست خطابية كما يجري الآن في المناخات القائمة. قبل أن أنطلق من هذه المسألة إلى الوضع اللبناني، يجب أن أذكر وفاء للإمام بأن الإمام رضوان الله عليه كان اهتمامه بفلسطين وبالقدس منذ البدايات،
قبل بداية الثورة ومنذ انطلاقتها إلى قيام الدولة إلى رحيله ووفاته، لا تحديات أيام الثورة ولا تحديات أيام الدولة ولا كل المخاطر والتهديدات الدولية والإقليمية، بتمنى ننتبه منيح لهذه النقطة، أن لم تبدل حرفا في موقف الإمام الخميني في مسألة فلسطين والقدس وإسرائيل. وكان يعتقد بأن مسألة فلسطين والقضية الفلسطينية ومسألة القدس هي مسألة مركزية، هي مسألة عقائدية، هي مسألة استراتيجية غير قابلة وغير ليست موضوعا لا للمساومة ولا للتكتيك ولا للألاعيب. أيضا يجب أن أذكر بأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان الداعية الدائم للوحدة، للتقريب، للتعاون، للتعاضد، للتكامل بين المسلمين وبين المستضعفين أيضا في دائرة أوسع من دائرة المسلمين. وكان دائما يتحدث عن الجامع الإبراهيمي بين الديانات السماوية وأتباع الديانات السماوية. وهذا الإمام كان صادقا في هذا الالتزام ولم يبدل من التزامه كل المؤامرات. تعرفون أن هذا الإمام وهو يبني هذه الدولة وفي سن متقدمة شنت عليه وعلى شعبه وعلى دولته حرب ل8 سنوات شنها صدام حسين، وبدعم أمريكي وغربي ودولي، وفي ذلك اليوم الكثير من الدول العربية وقفت إلى جانب صدام حسين في الوقت اللي معروف شو كان ذنب الإمام، إلا قليل من الدول كان من جملتها سوريا. وأنفق في الحرب على الإمام وعلى شعبه وعلى دولته من قبل العديد من دول العالم من الدول العربية مئات مليارات الدولارات، فيما كانت وما زالت تعاني الشعوب العربية من الفقر والأمية والبطالة والجوع والحرمان وانعدام التنمية، وفيما الشعب الفلسطيني يعيش كل هذه المعاناة وكان طوال كل تلك السنين في متاهة النسيان. لكن كل هذه الجراح، وأنا أيضا أقصد ما بحكي عن هالنقطة، كمان أقصد أن أوجه خطابا لكل الناس أن الإمام رغم كل ما فعله صدام حسين وبعض الأنظمة العربية وباسم العروبة به وبشعبه من قتل وتدمير وحرب، الإمام لم يتراجع خطوة في فكر الوحدة والتقارب والتقريب والتعاون والتكامل والأخوة بين المسلمين وبين المستضعفين، لأن هذه المسألة بالنسبة إليه مسألة عقائدية، هي مسألة إيمانية، هي مسألة منطلقة من ارتباطه بالله وسعيه إلى رضا الله، وليست مسألة خاضعة لردات الفعل على أحداث تجري هنا وهناك ولو كانت بحجم حرب 8 سنوات. خلي افتحها أكثر. واحد غير الإمام وأصحاب الإمام والشعب الإيراني، لما الحكومات أغلب الحكومات العربية بتعمل اللي عملته ب8 سنين بيطلع معه حق يقول يعني من زاوية من الزوايا شو اللي خصها بالعرب بالشعوب العربية وبفلسطين وبالقدس، بدير ظهره لكل هذا العالم، بيروح بفتش على مصالحه بآسيا الوسطى أو بأوروبا، كما فعلت في يوم من الأيام تركيا الأتاتوركية التي أدارت ظهرها للعالم العربي والإسلامي ويممت وجهها صوب الغرب. طيب الإمام لم يفعل ذلك في أي لحظة من اللحظات. من الفكرة الأساسية أنا أريد أن أدخل بكلمتين إلى الوضع اللبناني لأقول كما أنه التحدي الكبير الآن أمام الشعوب العربية هو تحدي بناء الدولة، وهناك تحدي آخر في بعض الدول كما نعتقد نحن هو تحدي الإصلاح كما هو الحال في سوريا أو في البحرين أو في أماكن أخرى أو في، لكن نحن أيضا كشعب لبناني نحن أمام هذا التحدي. دليل أنه نحن لهلأ، يعني نحن هلأ 2012 قديش مضى على استقلال لبنان، ما زال الخطاب السياسي عند الكل، شي بيقول بدنا دولة، شي بيقول العبور إلى الدولة، شي بيقول بناء الدولة، يعني ضمنا في إجماع
لبناني أنه لا يوجد لدينا دولة فعلية حقيقية، وهذا ما يجب أن ننجزه، هذا ما يجب أن نقدم عليه. اليوم نحن منذ سنوات، واليوم أيضا كلنا مشغولين، كل اللبنانيين والقوى السياسية والقيادات السياسية مشغولين بالتطورات بالأحداث. اسمحوا لي أقول نحن اليوم كليتنا مياومون، نشتغل يومي بالسياسي. هاي القصة شو؟ هاي الحادثة كيف بدنا نضبها؟ هذا الموضوع كيف بدنا نعمل نعالج ردود الأفعال تبعه؟ هذا الموضوع كيف بدنا نحكي فيه؟ هون شو بدنا ناخذ موقف؟ طيب، في ذكرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لما بينحكى بالقضايا الاستراتيجية والأساسية، خلينا نرجع نطلع من التفاصيل مثل ما كنا نحكي حتى عن أحداث سوريا، نوقف على رأس الجبل من فوق في لحظة تأمل، إنه طيب هلا نحن بالوضع الموجود بلبنان شو يعني، شو لازم نعمل؟ نضل ماشيين بهذا الاضطراب، بهذا التخبط؟ القلق الذي انتاب كثيرا من اللبنانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقلق صحيح ومحق، في ناس بلشوا يشعروا إنه كأنه البلد حيفرط، حرب الأهلية حترجع، مدري نحن وين في مهبة ريح كلبنان كوطن كشعب. طيب، ما نرجع شوي في لحظة هدوء لنقول طيب شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي؟ حتى لما نفوت على الأولويات، اليوم مثلا إذا بننزل على الشارع بنقول للناس شو أولويات، بنعمل استطلاع رأي، مش كل واحد منا قاعد خلف مكتبه وهو بده يفترض أولويات، لا، حقيقة نروح نعمل استطلاع رأي عند الناس شو الأولويات، حنلاقي في مجموع أولويات يتقدمها أولويتان. أولوية الأولى الأمن، السلم الأهلي. يمكن مرقت فترة ما كان في هذا الإحساس، هلأ نتيجة تداعيات الأحداث في سوريا، نتيجة تطورات المنطقة، نتيجة تراخي المؤسسات الدولة في التعاطي مع الشأن الأمني، نتيجة الخلل بالوضع القضائي، نتيجة الانفعال الموجود والتعبئة والتحريض المذهبي والطائفي وإلى آخره، نعم في وضع صعب. لماذا لا نختبئ خلف إصبعين؟ نحن دائما كنا نقول الأولوية الحفاظ على الاستقرار، اليوم غير المشكلة السياسية، موضوع اللصوص، موضوع المجرمين، موضوع الاعتداءات، موضوع الخطف، موضوع داخل، موضوع مفتوح. تسأل الناس بقول لك أولوية الأمن، يمكن بيحكوك قبل الإصلاح، قبل أي شيء تاني. تطلع الأولوية الثانية الوضع المعيشي، هلأ بعد شهرين ثلاثة ناس بدأت ترجع، مدارس شتاء إلخ، طيب شو أولوية الناس الآن؟ الآمن وضع المعيشة. نقول الوضع المعيشي أعم، أكلهم شربهم صحتهم عافيتهم أولادهم. هل بيقول عنهم الإمام علي عليه السلام نعمتان مجهولتان الصحة والأمان؟ بيكون واحد غارق بالأمن ما بيعود يحس بالنعمة، غارق بالصحة ما بيحس بالنعمة، لما بيفقدهم بينتبه لهم، مثل الأكسجين اللي بنتنفسه ليل نهار، نحن مطبعين وضع غرقانين بهذه النعمة، بس لما بنجي لنختنق بننتبه لهي النعمة. طيب هاي أولويتين، كيف نعالج؟ باخذ هاي الأولويتين لأنطلق منهم للفكرة اللي بدي أوصل. بموضوع الأمن اللي هو اليوم ضاغط بكل المناطق، وطبعا بعض وسائل الإعلام تحاول أن تضخم بعض الأحداث الأمنية، بعض وسائل الإعلام وبعض الجهات السياسية تحاول أن تضخم بعض الأحداث الأمنية، وتحاول أيضا أن تحرج بعض القوى السياسية. على سبيل المثال نحن لما بيجي بنقال بالمنطقة الفلانية أو المنطقة الفلانية في خلل أمني أو مشاكل، وكأنه المطلوب نحن نكون مسؤولين عن الأمن أو أي قوة سياسية متواجدة في أي منطقة. إخواني، باختصار شديد، التجارب البشرية والتجربة اللبنانية المعاصرة خلال عشرات السنين الماضية والعلم والتحقيق والواقعية بتقول الأمن، السلم الداخلي بأي مجتمع هو ناتج عملية متكاملة، هو مش ناتج عمل أمني محض، هو ناتج عملية متكاملة.
في الثقافي والتربوي والقانوني والقضائي والاقتصادي والسياسي والأمني والإعلامي وإلى آخره. العمل الأمني الفني التقني هو جزء من عملية متكاملة بتوصل تحفظ أمن وبتحفظ سلم أهلي. من يملك عناصر هذه العملية المتكاملة في أي مجتمع هي فقط وفقط الدولة ومؤسسات دولة، ما حدا تاني يملك هذه العناصر. أي تنظيم، أي حزب، هاي التجربة اللبنانية، ناس جاوبوا الإدارة المدنية، ناس جاوبوا الأمن الذاتي، ناس جاوبوا أمن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار، كل الناس جاوبت. حدا عمل أمن حقيقي؟ أبدا. أي حزب، أي تنظيم مهما كان قويا، نعم بيقدر يحمي قياداته، بيحمي مراكزه، بيحمي احتفالاته، بس ما بيقدر يحمي مجتمع وشعب، لأنه قاصر عن ذلك، لأنه لا يمتلك كل عناصر العملية المتكاملة اللي بدها تعطي تنتج أمن وتنتج سلم أهلي. هذه مسؤولية دولة. بدنا أمن، بدنا سلم داخلي، بدنا سلم أهلي، بدنا الناس تضل عايشين مع بعضهم، بدنا دولة، دولة حقيقية، دولة قوية، دولة عادلة، دولة فاعلة. أنا بلكم أسوأ من هيك. تولي الأحزاب حتى لو كانوا أوادم وأقوياء ومتقنين، تولي الأحزاب لمسؤوليات أمنية ذاتية في أي منطقة من المناطق تحقق خلاف الهدف، بدل ما تعمل أمن بتاخد على حرب أهلية، بتاخد على حرب بين العشائر، بين العائلات، بين مكونات المجتمع المدني. الدولة هي التي تستطيع أن تعالج دون أن تأخذ شعبها ومجتمعها إلى حرب أهلية. بالمثل الثاني، بالأولوية الثانية، موضوع المعيشي الاقتصادي المالي، أيضا تجاوب البشرية، العلم، التحقيق الواقعية بتقول أنه رفاه أي مجتمع، تأمين أو بتعبير آخر تأمين الحد الأدنى من متطلبات الناس في أي مجتمع على مستوى الأكل والشرب والتعليم والصحة، وصولا و و و و وصولا إلى الرفاه. نحن بلبنان بنقول معالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون اللبنانيون ومن يعيش على الأرض اللبنانية هو ناتج عملية متكاملة. أيضا هو ليس ناتج بس أن الصناعة شو والزراعة شو والتجارة والاستيراد والتصدير، هذا جزء من العملية، هو ناتج عملية متكاملة فيها القضائي والقانوني والأمني والسياسي والثقافي والتربوي والاقتصادي بكل معانيه التخصصية. طيب هذا واقع الحال. اليوم بلبنان ما حدا بيقدر يجي يقول والله أنا عندي مشكلة اسمها منطقة عكار، كيف أنا هاي المنطقة كيف بدي أعمل لها وضع اقتصادي، كيف بدي حللها أزمتها المعيشية والاجتماعية، كيف بدي انقلها إلى مرحلة الرفاه، أو الشمال أو بعلبك الهرمل أو البقاع أو الجبل أو بيروت وضواحيها أو الجنوب. ما في شيء اسمه اقتصاد منطقة، ما حدا بيقدر يعالج اقتصاد منطقة، ولا حدا بيقدر يجي يقول أنه أنا والله بدي أشوف الاقتصاد السني كيف بدي عالجه، الاقتصاد الشيعي، الاقتصاد المسيحي أو الدوزي أو هذا خطأ. اليوم في اقتصاد لبناني غير قابل للتفكيك، لا لمناطق ولا لطوائف. هناك دولة تستطيع أن ترعى الموضوع الاقتصادي لتحل الأزمة الاجتماعية والمعيشية والحياتية لشعبها. مش بس هيك، أساسا في عالم اليوم إذا لم تكن الدولة التي ترعى اقتصادها الوطني جزءا من منظومة اقتصادية إقليمية قوية، لا تستطيع أن تصمد فضلا أن تعالج. بل اليوم بالعالم الوضع أسوأ من هيك، أن دول اقتصادية قوية تاريخيا وهي جزء من أقوى المنظومات الاقتصادية في العالم كالاتحاد الأوروبي اليوم عم تنخ على أركابها، مثل اليونان، مثل إسبانيا، مثل هولندا، مثل الدنمارك، مثل حتى بريطانيا، حتى فرنسا الآن تعاني. هناك دول على حافة الانهيار. إذا الموضوع الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي هذا ما بيحله حزب ولا تنظيم ولا تحالف أحزاب، أقصى شيء أي حزب أو تيار أو جهة شو بتقدر تعمل؟ تأمن بعض فرص العمل لبعض المواطنين، صح، تقدم بعض الخدمات، صح،
تعمل بعض الإنجازات صح، بس بتقدر تعالج أزمة حياتية اجتماعية معيشية تحتاج إلى عملية كاملة من هذا النوع؟ طبعا لا يستطيع، هو قاصر، الدولة هي المسؤولة. اللي بدي أوصل له بالاستنتاج هو ما يلي، أنه إذا كنا نحن في لبنان نريد لبنان موحدا، يبقى موحد في هذه المنطقة اللي الآن تواجه خطر التقسيم، إذا بدنا لبنان يضل آمن يعيش سلمه الداخلي والأهلي بحق، إذا بدنا لبنان يقدر يعالج أزماته مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والإدارية و و و و، بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. أنا ما عم أقول هذا الكلام لا للاستهلاك ولا للشعارات، نحن نؤمن بهذا ونحن نثقف قواعدنا وكوادرنا في الجلسات الداخلية على هذا. ليش بالجلسات الداخلية؟ حتى ما حدا كمان تمر عليه شبهة أن والله هذا كلام للاستهلاك السياسي، لا، هذا ثقافة داخلية. نحن اللبنانيين يجب أن نصل إلى هذه القناعة، كل الأحزاب، كل التيارات، كل الطوائف، سكان كل المناطق يجب أن نصل إلى قناعة أنه هذا اللبنان أصلا ما بيتحمل تقسيم ولا بيتحمل فدولي، هذا اللبنان مستقبل هو مستقبل واحد، وليبقى واحدا ليواجه كل أزماته ليحقق كل طموحات أو أغلب طموحات الشعب اللبناني. الحل هو في دولة وطنية حقيقية قوية فاعلة عادلة محترمة يحكم فيها القانون وليس العصبيات وليس المزاج الشخصي. طيب هلا هذا طموح، بحق لنا نطمح. الشعب اللي ما بيطمح، الشعب اللي ما بيحط امل، الشعب اللي ما بيحط غايه قدامه ولو كان في صعوبه يحققها، هو شعب ليس جدير بالخروج من ازماته، بضل نورث ازماتنا لاولادنا واحفادنا وما بعد احفادنا وما بعد ما بعد احفادنا. هل نريد ذلك ام لا؟ نحن شعب اليوم جدير بان نحمل مسؤوليه حتى في مسألة الدفاع الوطني في مواجهة العدو، حتى في مسألة الحفاظ على السيادة اللبنانية. ليش نحن مضطرين نقول جيش وشعب ومقاومة؟ لو في دولة من الأول تحمل مسؤولية وقادرة تحمل مسؤولية، ليش الناس بدأت تترك مدارسها وحوزاتها ومعاهدها وحقولها وتروح تعمل مقاومة شعبية؟ ليه؟ دولة بتدافع، الدولة بتحارب، الدولة الناس بيساعدوا الدولة بيوقفوا معاها. إذا حتى لما ما نروح على طاولة الحوار نحكي باستراتيجية دفاعية، بدل ما نروح هنيك نناقش أو نعالج النتائج، يجب أن نعالج الأسباب. لماذا وصلنا إلى هذا الأمر؟ لماذا لجأنا إلى هذه الخيارات؟ خلينا نعالج، والعلاج هو بناء الدولة، وباعتقد هذا في إجماع نظري عند اللبنانيين عليه، بيبقى الجدية بالموضوع. نروح نناقش ساعتها العوائق، كيف منزيل العوائق؟ هذا هو ما نؤمن به، هذا ما نعتقده في الحقيقة، هذا هو فكر الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير ورفيقيه، هذا هو إيماننا وفكرنا والتزامنا وثقافتنا، واللي بيقول غير هيك بده يستدل. ولذلك أنا اليوم أدعو، أنا بدي أقدم اقتراح لطاولة الحوار الوطني التي ستنعقد بعد أيام قليلة. طيب رايحين على طاولة الحوار وإن شاء الله ما حدا يقاطع، أنا أقترح ما يلي: تعملوا نقاش جدي، تعالوا نبلش بالأسباب ونعالج الأسباب. أكثر من هيك أنا أدعو إلى، يعني نعالج الأسباب يعني تعالوا لنحكي كيف نبني دولة حقيقية وقوية في لبنان. أنا بقول أكثر من هيك، أنا أدعو طاولة الحوار الوطني وأدعو فخامة الرئيس بالتحديد إلى مناقشة هذا الخيار، أنه نجي نعمل مؤتمر وطني، مؤتمر حوار وطني في لبنان، مش بس طاولة الحوار، بل يمكن تطوير الفكرة أكثر. نعمل مؤتمر تأسيسي، مؤتمر تأسيسي وطني في لبنان، مثل المؤتمرات التأسيسية اللي عم تنعمل اليوم في بعض الأماكن بالعالم العربي، يعني مجلس خبراء جديد. ما بنستاهل نحن اللبنانيين، شعبنا وبلدنا ووطننا ومستقبلنا ما بيستاهل ولو شي مرة بالتاريخ نقعد قبل ما يبلش دق المدافع، يعني على طول
لما كان لبناني يتحاوروا يا اما بجنيف يا اما بلوزان يا اما بدمشق يا اما بقصر بعبدا يا اما ما بعرف وين، والمدافع شغاله والجثث مشقفه والعالم مشرده. طيب اليوم الحمد لله في عنا وضع امني معقول نسبيا، الناس بعدها ماسكه اعصابها وضابطه حالها، في عنا فرصه نقعد مع بعض نحكي مع بعض، ليش ما بنعمل مؤتمر تاسيسي؟ وحتى فينا نطور الفكره اكثر ونقول ننتخب مؤتمرا تاسيسيا، ننتخب الشعب اللبناني ينتخب وليس على اساس طائفي ولا مناطقي، اعملوا شرائح واعملوا نسب مئويه، في خيارات نجي نقول هالقد سياسيين، هالقد اساتذه جامعات، هالقد قضاه ورجال قانون، هالقد ممثلين للنقابات والعمال وكذا، هالقد نعمل نسب مئويه نروح ننتخب نعمل مجلس تاسيسي 50 واحد 75 واحد 100 واحد ونعطيهم مهله 6 اشهر سنه. طيب ما صارنا 30 سنه بنتقاتل وبنتحارب وبنفتش على حل، نعطيهم فرصه يقعدوا ويناقشوا كل خيارات. اليوم بلبنان في ناس بس تحكي عن دوله وبناء دوله ودوله قويه وفاعله، بيقول لك عندنا اتفاق الطائف، تفضلوا، بيقول لك تنفيذ اتفاق الطائف. في ناس عنا بيقولوا تطوير اتفاق الطائف، في ناس بيقولوا لا التوافق على عقد اجتماعي او عهد تعاهد اجتماعي جديد. في ناس بيقول لك الحل في الغاء الطائفيه السياسيه، في ناس بيقول لك العلمنه الكامله. شو المشكله؟ اذا في مؤتمر حوار وطني حقيقي تمثيلي لكل الشرائح اللبنانيه او اغلبها، او مؤتمر تاسيسي معين او منتخب، وتقعد الناس تناقش كيف نبني دولة؟ هذا هو الذي نحتاج إليه إذا ما نحكي كلام أساسي وأصلي واستراتيجي في ذكرى الإمام الخميني قدس سره الشريف. غير هيك عم نضل نشتغل يومي، فينا نضل نشتغل يومي 100 سنة ونورثها لأولادنا ولأحفادنا، وفينا لا، هذا الجيل من القيادات وهذا الجيل من النخب ياخذ لبنان إلى مسار سليم وثابت، ما بيبقى واقف على شخص أو على مجموعة أشخاص أو على تركيبة معينة. هذه الجمهورية الإسلامية استمرت برغم من غياب شخصية عظيمة وتاريخية ولا نظير لها في إيران، بل في العصر الحاضر في الحد الأدنى، ومع ذلك استمرت بقوة بعنفوان. ليه؟ لأنه في مسار صحيح مشيت فيه. أنا أدعو إلى أن نعمل جاهدين لنضع لبنان على خط المسار الصحيح. يبقى أمرين أريد أن أشير لهما وما بدي أطول أكثر من هيك. الأمر الأول، وبمناسبة أيضا هذه الفكرة وبمناسبة هذا اليوم، يستحضرنا أو تحضرنا ذكرى عزيزة وغالية، يجب أن نستذكر رجل دولة من الطراز الأول، أعني الرئيس الشهيد رشيد كرامي، الذي كان بحق رجل دولة وقائدا تاريخيا ووطنيا، أحدث اغتياله فراغا كبيرا وهائلا على المستوى الوطني وحتى على المستوى القومي. نحن اليوم في ذكرى السنوية، في الذكرى السنوية لاستشهاده واغتياله، نجدد تضامننا مع هذه العائلة الوطنية الشريفة وعلى رأسها دولة الرئيس عمر كرامي، ووقوفنا نجدد وقوفنا إلى جانبها في كل ما تطالب به من حق وعدالة. الأمر الأخير، كلمة في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، لأنه ما فينا ما نحكي ولو كلمة. نحن منذ اللحظة الأولى التزمنا على المستوى السياسي سواء في حزب الله وفي حركة أمل، ودعونا الأهالي أهل المخطوفين وكل المحبين إلى ضبط النفس وإلى الهدوء وإلى الصبر، وقلنا أيضا منذ البداية أن هؤلاء المخطوفين مواطنون لبنانيون، وبالتالي الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن إعادتهم وإطلاق سراحهم وكرامتهم وسلامتهم وأمنهم. ونحن جميعا
كقوى سياسية أو قيادات سياسية أو دينية نساعد الدولة، ولكن هذه هي مسؤولية الدولة. وبالفعل الدولة برؤسائها وعلى المستوى الحكومة وعلى مستوى العديد من الوزراء وعلى مستوى العديد من مؤسساتها أيضا، هي تعمل بجد، وأنا أشهد على ذلك، تعمل بجد في الليل والنهار من أجل إيصال هذه القضية إلى خاتمة طيبة. من بداية هذا الحدث وخلال الأيام الماضية حصلت بعض الملابسات لا مصلحة في التحدث عنها ولا التعليق عليها من أجل قضية المخطوفين أنفسهم. في المرحلة الحالية، بالمستقبل ممكن واحد يحكي ما يحكي بحث تاني. اليوم وفي ظل المساعي الحثيثة التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون، أولا نحن نؤكد على مسؤولية الحكومة والدولة في معالجة هذا الملف، ونحن نساعد، ولكن المسؤولية الطرف المعني بالتواصل بالتفاوض بالإجابة هي الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية. ثانيا يجب أن أشيد ونشيد جميعا بصبر الأهالي، بانضباطية ومناقبية الأهالي، بالحس العالي من المسؤولية لديهم، وأيضا في هذه الأيام أمام بعض أشكال الضغوط بموقفهم الشريف والنبيل، وهذا طبعا متوقع دائما منهم ومن أمثالهم. ثالثا أنا أدعو إلى مواصلة الهدوء وضبط النفس والصبر والتحمل وإعطاء المزيد من الفرصة أو الوقت للدولة لتواكب هذا الأمر وتتابعه وتصل فيه إلى النتيجة المطلوبة. يجب أن أشكر الأخ الكبير والأستاذ الكبير سماحة الشيخ أحمد الزين على موقفه وعلى تعاطفه وعلى محبته لي وللمقاومة. وأقول في النهاية كلمة للخاطفين. أنتم قلتم بالأمس أنه لا مشكلة لكم مع طائفة. طيب، عليكم أن تثبتوا ذلك. هؤلاء زوار، هؤلاء أبرياء، ويجب أن يعودوا إلى أهلهم. إذا كان لكم مشكلة معي في كتير وسائل وطرق لنحل هاي المشكلة، في كتير أساليب، في كتير مستويات. هلا ما بدنا نفوت على التفصيل. بدكن نحل بالحرب بالحرب، بدكن نحل بالسلم بالسلم، بدكن نحل بالحب بنحل بالحب، بدكن نحل كيف بدكن، بس هاي مشكلة معي أو مع حزب الله أو مع حزب الله وحركة أمل أو مع جهة سياسية في لبنان إلى موقف من الأحداث في سوريا. افصلوا موضوع الأبرياء على جنب وتعوا حلوا مشكلتكم معانا. أما أن تتخذوا من الأبرياء رهائن من أجل حل هذه المشكلة بمعزل عن طبيعتها وحقيقتها، هذا ظلم كبير يجب أن تنتهوا منه. هذه الكلمة أنا حبيت أقولها. ونحن بكل الأحوال قلنا وما زلنا نقول، نحن لدينا رؤية مما يجري في سوريا، لدينا موقف، نحن ندعو إلى الهدوء، إلى الحوار، إلى السلم، إلى الإصلاح، إلى التعالي على الجراح، إلى الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة شعبها ودماء جيشها وشعبها وأهلها. نحن قلبنا يحترق على سوريا كما هو الحال عند أي سوري، على سوريا وكرامتها وموقعها وقوتها ورفاهها وأمنها واستقرارها. نعم قد نختلف مع آخرين في لبنان أو في غير لبنان في مقاربة وفهم ما يجري وقراءة ما يجري وخلفياته وأهدافه وتداخلاته، وهذا من حقنا الذي نمارسه في كل يوم. أنا أرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هؤلاء الأبرياء المخطوفين بالحرية وبالعودة السليمة والكريمة، وأن يهبنا جميعا
العقل والحكمة في التعاطي مع مسائل من هذا النوع. رحم الله إمامنا العظيم وكل شهداء هذه الأمة وكبارها وكبارها، والسلام عليكم ورحمة الله.